مشاهدين قناة JS4W، بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الدرس الثامن المرحلة الأولى تعلم RGS بثلاثة مراحل. أحبائي مشاهدين ومتابعين قناة JS4W، أرحب بكم وأتمنى أنكم استفدتوا من الدروس السابقة واللي كانت دروس لتعرف على واجهة برنامج الArcMap وطرق إنشاء قاعدة البيانات والتعامل مع الطبقات والتعرف على أهم أدوات في الArcMap. وإذا كنت تشاهد هذا الدرس فقط، أفضل أنك ترجع تشاهد الدروس السابقة لتقدر تبدأ معنا بهذا الدرس، وهو عبارة عن تطبيق الدروس السابقة والبدء بعملية تسمى Digitizing، تعبر عنها بالرسم والنمذجة التي تهدف إلى تحويل الواقع إلى طبقات. يسهل علينا حفظ وتخزين وتحليل الطبقات وإنتاج الخرائط، لأنه بنهاية المرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل سيتم إنتاج خارطة لقاعدة البيانات اللي راح نبنيها من الصفر. خلونا نبدأ بالدرس بإنشاء الطبقات والحقول والبدء بالرسم. بداية أعزائي المشاهدين المتابعين، عندنا صورة جوية لقرية معينة وأحواض لهذه البلد أو القرية بشكل واقعي، وستم تقطيع الأحواض إلى قطع بشكل افتراضي بهدف التعلم. يعني حدود الأحواض حقيقية، لكن القطع لا تمثل الشكل الواقعي لهذه البلد، لأنه بالنهاية نهدف إلى التعلم. وأيضا جميع البيانات اللي راح نستخدمها ونقوم بإضافتها إلى الطبقات أيضا افتراضية. إن هاي الصورة الجوية وحدود الأحواض، مجموع حدود الأحواض بعطينا حدود البلد أو القرية اللي راح نشتغل عليها. وأي شخص بتابعنا وبشاهدنا وحابب يتعلم أكثر، يفضل إنه يكون عنده صورة جوية ويطبق اللي راح أعمله. بداية ننشئ جي داتابيس جديدة، نسميها أي اسم، وليكن اسم القناة JS4W. بداخل قاعدة البيانات ننشئ فيتشر داتا سيت، نسميها باسم القرية، نختار النظام الإحداثيات، تمام. عندنا القرية فيها خمس أحواض، احنا راح نعمل بس ثلاث أحواض، فراح نعمل import لهدول الأحواض داخل الداتا سيت، right click import single feature، تمام. الاسم، اسم اللاير، هي اول طبقة داخل قاعدة البيانات ضفناها. طبعا اعزائي المشاهدين المتابعين، اذا كان عندكم صورة جوية للضفة الغربية او لمدينة او لمحافظة رام الله والبيرة، بامكانكم تعملوا كليب للصورة عشان يصغر حجمها ويسهل التعامل معها. طريقة عمل الكليب، نختار، يفضل انك تنشئ طبقة معينة، ولتكن هاي الطبقة باسم اريا، نعمل start editing read feature، نختار مثلا الدراسة او حجم المنطقة او شكل المنطقة شكل مربع، نختار الاتجاه 90 عشان يكون المربع بشكل منتظم، لتكن هاي المنطقة مثلا. بعد ما نرسم المنطقة اللي راح نقصها من الصورة الجوية، نعمل stop editing ونحفظ الشغل، بنروح على ال art tool box، بنروح على data management، بعديها على raster، وعلى raster processing، وعلى clip. الخيار الأول الانبوت راستر، بندخل الراستر الموجود عندنا من هاي الصورة، بدنا نقطع منها الاريا،
هون مكان الحفظ الأوت بوت نقدر نغيره، والأفضل إنه نغيره ونختار المنطقة اللي بدنا نحفظ فيه الصورة الجديدة، نضغط على أوكي. تمام، نعمل كانسل، نرجع للدرس. أول طبقة عملناها اللي هي البلوك بلوكس، طبعا مجموع البلوكس بيصير بعطينا عندنا حدود البلد. تاني طبقة نسميها البارسلز، طبعا الحقول اللي راح نضيفها للقطع نعملهم امبورت، هيك احنا جبنا جميع الداتا الموجودة في البلوك، ونضيف فيلد جديد نسميه بارسلز نمبر، طبعا شورت انتجر نوع الحقل اللي ضفناه. نعمل فينيش، ضفنا طبقة القطع، نضيف طبقة الروتس، راح يكون عندنا روتس من طبقة بوليجون وروتس من طبقة لاين. راح يتم إضافة الحقول بعد ما نبلش رسم بالشوارع. راح يكون عندنا أيضا طبقة، راح يكون عندنا طبقة من نوع نقطية راح نسميها تري، مقصود فيها الشجر، يعني راح نضيف طبقة خاصة بالشجر. نفس الاشي الحقول راح نضيفه، راح لما نبلش شغل بهاي الطبقة راح نضيف جميع الحقول المناسبة. ايضا في عندنا طبقة الفيليج، مقصود فيها نوع التجمع، مدينة أو قرية أو مخيم. عفوا، هون نحذف هاي الطبقة، طبقة التري لازم أضيفها نقط، نختار هذا الخيار بوينت، وعندنا طبقة الفاليج تمام. طبقة الفاليج نعمل ستار اديتنج، مجموعة 3 أحواض نعملهم كوبي، بعد ما نسخهم الأحواض نسخهم على طبقة الفاليج نعملهم ميرج عشان يصير فيتشر واحدة مقصود فيها اسم القرية. أنا طبقة البلوك الحقول الموجودة فيها بلوك نيم بالعربي، طبعا يكون نوع تكست، واسم البلد أيضا تكست بكون بهذا الشكل، ورقم الحوض يكون بالشورت انتجر، وكود للمحافظة، وكود للبلد، واسم المحافظة بالعربي تكست، وهذا بيكون من نوع شورت انتجر او لونج انتجر، لان يعني الرقم اطول من 5 خانات فبيكون لونج انتجر. ثم طبقة البارسلز عندنا كود المحافظة، اسم المحافظة، اسم الحوض، اسم القرية، رقم الحوض، ورقم القرية، ورقم القطعة. نهاية هذا الدرس تم تحضير وتجهيز جميع الطبقات بالبدء في عمليات الرسم، ونتمنى منكم متابعة الحلقة القادمة اللي راح نبلش فيها رسم.
لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حاب يتعلم عن RGS. رابط القناة على الفيسبوك أسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.